صمم المقطع. خادم حميد تسمعنا؟ سامي يا هلا حياكم الله. صبحك الله بالخير يا خالد. صبحك الله بالنور والسرور. انت اكثر واحد ما نشوفه في الكون في شرور. والله اهج عنكم انا. يا مرحبا يا خالد. يا هلا والله وغلا يا مرحبا. هاني نتكلم عن مبادرته وعلي من خالد حبيبي. سام علي الغامدي. مساء الخير. مساء النور. الله يعطيك العافيه. يا هلا الله يعافيك. زعلوك اليوم الشباب؟ لا والله. اجل وش؟ لا والله شيء بسيط. خلي قلنا ايش اللي صار. عطنا اللي صار. طبعا انا بشرح لكم اليه المسابقه علشان تفهمون. طبعا الكل مجموعه اذا طلع منهم متسابق عادي يشجعون ويتفاعلون معه ما عندي اي مشكله. ممتاز. لكن المشكله باللي من المجموعه الثانيه اللي يتدخل ويسبب ازعاج وحوسه. طبعا ودي اقول كلمه يعني اذا انت ما قدرت خالد ولا احترمته ولا قدرت فقرته احترم الجمهور اللي شاد الفقره ما يبي ازعاج. فشيء يغبنك شوي صراحه. انت وهي اول يعني مسابقه سويها فتمنى النص الكلمه هذه قلتها بالنص للشباب. الكلمه دي قلتها بالنص للشباب. اي قلتها. ايش قلت؟ قلت اذا لا تحترم خالد لكن احترم الفقره اللي يشاهدونها مئات الالاف من الاشخاص. طيب الفقره. طيب هاني كمل. انا اقول انه اول شيء الفقره كانت جميله المسابقه بيض الله وجهك. ممتاز واشكرك عليها ومبادره رائعه خالد وننتظر منك المزيد. ابشروا. انا لفت انتباهي شيء اللي صار ما ادري هو في تبع الفقره ولا في اخرها اللي هو رمي الوسائد. هذا مو تبع الفقره واستغربت والله من الشباب. كان ودي انا يعني باخر شيء اشكر الدخيل للعود لانه قدم الجوائز واقدم الجوائز للمتسابقين لكن صارت حوسه وازعاج ولا في تقدير للفقره هذا فانقهرت شوي الصراحه. اول شيء انا بس بذكر اليوم صارت اصابه بسيطه للذهلي. هي صارت اصابه هذا اللي ما نبي بسيطه. السنه الماضيه نفس الموقف هذا رمي وسائد تذكرون من اللي صار له خلع في الكتف اللي هو المتسابق او العريس محمد الشمري الله يتمم له زواجه على خير. تزوج قبل كم يوم ويبارك له ان شاء الله. لكن في نفس الفقره في نفس المزح الخفيف هذا صارت اصابه لزميل السنه الماضيه والسنه دي زميل اخر. فنتمنى انه ما تكرر الفكره دي يا جماعه مهما كان. امزح لكن لا تستخدم يدك في المزح. هو امزح بس لا تمزح باليدين. باليدين بالضبط. جميل. عليهم خالد انا يعطيك العافيه. الله يعافيك. وما قصرت على اداره فقرات. لكن ما ادري وش تتوقع السبب انه في بعض الفقرات يكون لها ترتيب معين واحترام معين وبعض الفقرات تصير فيها اشكالات زي كذا؟ والله اني ما ادري. لا تسأل. اسأل الشباب. انا اقول خالد سم الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا خالد ومبروك نجاح الفقره هذه الجميله. الله يبارك فيك. وهذا اللي كنا واثقين منه وجود طاقه كامنه داخلك وتحركت ولله الحمد. سؤال هاني قال وش السبب انه ما كان في اي احترام؟ لكن انا اقول ممكن من منطق اخر لابد ان يكون خالد يقف وقفه صادقه مع اخوياه ويوضح انه لا يكون لقمه سائغه لاي شخص. ايضا خالد اتمنى لك التوفيق. صحيح انك تحركت في الفقره هذه في اخر في الرمق الاخير لكن باذن الله فالك التوفيق في البرايم غدا. اللهم امين. والف الف مبروك نجاح الفقره. انا اقول ان كان استمريت في الاسبوع القادم على عاتقك حمل ثقيل. صدقت. الله يوفقك. اللهم امين. يعطيك العافيه علي. طبعا عندي ابو فواز ابو غزاع عندي شيء بس. تفضل. طبعا احب اشكر فريق دعم خالد الحميد اللي هو جهز اناشيد مكتوبه كامله وباذن الله ابشر بالجديد والمفيد واشكر ناصر اللي طبع الاوراق بيض الله وجهه. الله يعطيك العافيه تستاهل. الله يسعدك الغالي. بالتوفيق يا غالي. انا احب اوجه رساله للجمهور